ألو، نعم، انتوا وينكن؟ احتمال امرق لعندكن. لا، ما حكيت. يلا بعدين بتصل فيكي. وما حكيت مع ابنك المدلل، انت كمان نبهيه منيح وخليه لا يهرب من المدرسه مره تانية، لاني ما بعرف شو بدي اساوي اذا عملها. سامعه شو عم اقول لك؟ ايه انا نبهته منيح، بس هو عم يتأفأف لانه الكل عم يهربوا من المدرسه وهو لا. طبعا رح يتأفأف، هالفصعون اللي مثله يلي بيحاول يتجاهل ابوه وامه طبيعي بده يتأفأف. المهم انت لا تتدخل، اتركني حل القصة، رح احكي معه بطريقة منيحة وبكل هداوة، يعني بالاخير نحن ما بدنا نعامل ابننا مثل الجاهلين. منيح، انا رح ارجع فورا بس خلص شغل النقل. ماشي؟ ايه ماشي. يلا بخاطري. الله معك، مع السلامة. احترقوا ايدي. هلا انت عندك شي كريم مطري للايدين؟ في بغرفتي. نسيته هون. شكرا. شو شكرا؟ ما فيكي تاخدي. شو عم تقولي انتي؟ عم بقلك هذا إلي ما بتاخدي. لا تخبسي، اعطيني الخاتم. عم بقلك ما بتاخدي، هذا إلي. طلعي فيني. لا انتي طلعي فيني. فريحة. امي. محمد، شو عم يصير مرة تانية؟ قصة هالتذكار العائلة اللي عم يحكوا فيها شو هي؟ احكي. ليك عم بتقول شو عم بصير؟ احكي. فريحة، يلا احكي. يلا إلا أنك سرقت خاتم أختك ولبست إياه بإيدك. فريحة. محمد، خلص محمد. شو؟ شو؟ افتحي.